الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن هداية للناس ونبراسا يطيء لهم الطريق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم، علم القرآن فكان خير معلم. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن جميعا نوظف جميع الإمكانات والطاقات لخدمة هذا الدين العظيم، إلا وإن من أعظم ما يخدم به هذا الدين كلام الله عز وجل، كلمتي عن القرآن. القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بلفظ ومعنى، القرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد ومعجزته الكبرى وهداية للناس أجمعين. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولقد تعبدنا الله بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فيه تقويم للسلوك وتنظيم للحياة، من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ومن أعرض عنه وطلب الهدى في غيره فقد ضل ضلالا بعيدا. ولقد أعجز الله الخلق عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. القرآن مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مسموع بالآذان. فالاشتغال بالقرآن من أفضل العبادات ومن أعظم القرابات، كيف لا يكون ذلك؟ وفي كل حرف منه 10 حسنات، سواء أكان بتلاوته أم بتدبر معانيه. وقد أودع الله فيه علم كل شيء، ففيه الأحكام والشرائع والأمثال والحكم والمواعظ والتاريخ والقصص والنظام الأفلاك. فما ترك شيئا من الأمور إلا وبينها، وما أغفل من نظام في الحياة إلا أوضحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بهزل، هو الذي من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيق به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم ينتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو كتابنا، هذا هو دستورنا، هذا هو نبراسنا. إن لم نقرأه نحن معاشر المسلمين، فهل ننتظر من اليهود والنصارى أن يقرأوه؟ قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فما أعظمه أجرا لمن قرأ كتاب الله وعكف على حفظه، فله بكل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. كلمتي للحفظة: هنيئا لكم حفاظ كتاب الله الكريم، هنيئا لكم هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.